نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان دور وزارة الداخلية في إنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم خلال الندوة استعراض محاور الاستراتيجية والخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذها. تطلق الحكومة المصرية استراتيجياتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تعد نتاجاً لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام. من هذا المنطلق عقدت وزارة الداخلية ندوة حول دور الوزارة في إنفاذ محددات تلك الاستراتيجية، والتي تجلت في مبادرات أطلقتها وخدمات شرطية تقدم بصورة حضرية. حاجة عظيمة إن إحنا تستضيفنا وزارة الداخلية للحديث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وزارة الداخلية شريك أصيل ومهم في تنفيذ منظومة حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان التي تناولتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وزارة الداخلية عاملة مجهود كبير جدا سواء في ما يخص التشريعات أو ما يخص التطوير المؤسسي، موضوعات الخاصة بإغلاق السجون وافتتاح مراكز التأهيل، موضوع التدريب المستمر، لأن التدريب والتأهيل ده مش مرة واحدة ولكن هي عملية مستمرة لرفع الوعي والكفاءة، فإحنا بندعم هذا الجهد وبنرحب به. على مدى جلستين شهدت حضورا من القيادات الأمنية وممثلين عن الجهات الحكومية والمجالس القومية والنيابية، تم استعراض محددات الاستراتيجية وتنفيذها وجهود وزارة الداخلية في تنفيذ تلك الاستراتيجية من خلال استعراض مبادرات الوزارة لتعزيز حقوق الإنسان والتطور الذي تشهده الخدمات الجماهيرية، فضلا عن الطفرة الكبيرة التي أحدثتها مراكز الإصلاح والتأهيل المنشأة حديثا لتأهيل وإصلاح النزلاء لدمجهم في المجتمع. النهارده كان حوار بناء وبندرس وبنشوف تدخلات وزارة الداخلية خاصة في إصدار بطاقات الرقم القومي أو نفاذ القانون وفي إطار حماية المرأة من كافة أشكال العنف، وبالإضافة إلى التدخلات الإنسانية اللي إحنا كمجلس قومي للمرأة بنشعر بها بقوة في القرى وفي النجوع وفي الكفور وفي الأحياء السكنية، خاصة بمبادرة كلنا واحد وأمان. لقد شاهدنا إسهامات الوزارات المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية لإنفاذ أولوياتها فيما جاء في معرض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقد سبق الندوة تنظيم مركز بحوث الشرطة لثلاث ورش عمل تحضيرية لمناقشة 51 ورقة عمل تتضمن جهود الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية وجهود وزارة الداخلية في إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتطوير الخدمات الجماهيرية من منظور حقوق الإنسان. وأنا عايزة برضو أشكر وزارة الداخلية، وعايزة أشكر برضو عبد الفتاح السيسي، وشكرا وكونتم طيبين. توصيات الندوة أكدت على الاهتمام الكبير الذي تليه وزارة الداخلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي انعكست على الخدمات الأمنية والجماهيرية المطورة وإرساء دعائم حقوق الإنسان في قطاعات الوزارة المختلفة. ضرورة تضافر جهود وتكامل أدوار كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لإنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تتعاظم قيمة الإنسان وحقه في حياة كريمة في الجمهورية الجديدة. تعكس ندوة دور وزارة الداخلية في إنفاذ محددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان داخل قطاعاتها المختلفة من خلال التأكيد على المبادرات الإنسانية والاجتماعية وتقديم الخدمات الأمنية والجماهيرية بصورة حضارية وميسرة للمواطنين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.